القصة اليوم هي طبعا لواحد دوسري قال لعبد الله الشمالي، وعبد الله الشمالي طبعا من الغيثات من الدواسر. نعم نعم. هذا قديما ذبح له رجال وجلع حسب ما ذكر لي، وجلع للشمال وعاش مع قبيلة عنزة. ومن عادة القبائل إذا جاها أحد تستجير فيها تجيره ويغيرون اسمه عشان ما حد يعرفه، وسموه عبد الله الشمالي، وانتشر باسم عبد الله الشمالي، وعاش معهم سنوات، وجاله تزوج وصار له بنت منهم من زوجته، وكان عنده ذلول أدبها وعسفها حتى أنه خلاص صارت مرة تعرف منها أي صوت أي توجيه تعرف وش يقول. صحيح. مرة حتى أنه يعني دائما هو هي حول البيت إذا صار موجود ما تروح. إيه. في آخر عمره جاه الجدري، مرض الجدري اللي صاب يصيب الناس من أول، كان الإنسان المجذور من أول يوم اللي جاه الجدري يحاشون الناس عنه. معدي يحطون له حجبة ويحطون له يعزلونه. اي وبعض العرب يطشوا وينحاشوا يخلونه لين يموت خلاص. اوه مره عباره ما له علاج. نعمه الان الطب الحمد لله. الحين الحمد لله احنا في صحه وفي نعمه ومستشفيات ودكاتره واطباء وان شاء الله لك الحمد لله. وكم قصه نسمع فيها يحطونه في غار، حتى عياله يحطونه في غار وينحاشون عنه خوفا من العدوى. اي نعم اسلم. فهذا يوم جاه الجدري حطوا له حجبه واستار عليه، والناقه والذلول هذه اللي منها جت تدخل راسها من حجر الرواق لين تشوفه. سبحان الله. لين تطمن انه حي. ورجعت وعلى هالطريقه يوم انها جت ذيك المره وسبرت اللي والله انه ما هو فيه. لا اله هو تقعد تحن وتقعد ترزم، وتعرفون البلي اللي حبت صاحبها وش يصير يعني فيها. اي نعم خلاص سبحان الله العظيم. فكان جارها العنزي، فهي صارت بنته مغرت عقلها، ما عاد استقر في متان مغر في روس المراتب، وبنته تعقلها علشان ما تبها تروح، لان هي ما باقي على ما قالوا من ريحه ابوها تبات. ايه تبات تجود فيها. فجار العنزي اسمه حصيبان، الله يغفر لهم كلهم. امين. فطبعا شاعر وقال لها ابيات، فيقول طبعا انا بجيبها على شيله روح. مل قلب هيض احس الهديه، طبعا اسمها الهديه هي مسميها. ايه. الهديه ناقته ذي. اي والله تشرب معي ولا؟ روح روح روح. مل قلب هيض احس الهديه، هجرعت بالصوت من عقب الشمالي، هجرعت بالصوت من عقب الشمالي، يا ذلول القرمح ما يا الردية، اصبري عقبه على سقم الليالي، اصبري عقبه على سقم الليالي، ذكرت بالحب من عين الشقية، ذاكر في نجد خلانر وغالي، ذاكر في نجد خلانر وغالي، عقب فقده مات والف للرعية، تطرد السراع على روس المفالي، تطرد السراع على روس المفالي. سارة اللي هي بنته. عزتي للقرمح الطول بنية، عزتي للقرم من قبر هيالي، عزتي للقرم من قبر هيالي، عادته بالكون يثني للردية، ينسم الحفيات ريف للهزالي، ينسم الحفيات
تريف الا الهزالي. سلامتكم هذه. الله يسلمك.